تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، وقعت شركة توسعة غاز البحرين الوطنية وشركة JGC الخليج العالمية المحدودة، وقعت اتفاقية إنشاء خطوط الأنابيب وتوسعة مرافق التخزين بمرفأ سترة، والتي تشمل جميع الأعمال الهندسية وشراء المواد اللازمة للمشروع بقيمة 78.7 مليون دولار أمريكي. وقد وقع الاتفاقية نيابة عن شركة توسعة غاز البحرين الوطنية سعادة الدكتور الشيخ محمد بن خليفة بن دعيج الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية بنغاز، والسيد يوجي تانكا الرئيس التنفيذي لشركة JGC الخليج العالمية المحدودة خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بفندق ريتز كارلتون. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إنشاء المشروع 24 شهرا على يتم اعتماد التشغيل التجريبي وبدء التشغيل الفعلي في شهر أكتوبر من العام 2018. اليوم تم التوقيع على اتفاقية إنشاء الخزانات التابعة لمشروع توسعة بنغاز. العقد الرئيسي تم توقيعه في بداية هذا العام. الشركة الفائزة بالعقدين هي الشركة اليابانية JGC، والمصنع هو الخط الثالث للمصانع التابعة لشركة بنغاز وشركة بنغاز التوسعة، وهو يعالج الغاز المصاحب المستخرج من حقل البحرين ويستخرج منه ما يسمى الليكويد بتروليوم غاز، وهي المشتقات البروبين والبيوتين والنافذة اللي منها غاز الطبخ اللي يوصل البيوت إلى آخره. فمن المتوقع إن شاء الله في خلال السنتين ونصف القادمة يتم الانتهاء من المشروع ومعالجة كميات الغاز المصاحب الإضافية اللي الآن يعاد ضخها في حقل البحرين. ومشروع ذا جدوى اقتصادية عالية، وإن شاء الله مردوده يكون إيجابي على البحرين، على الشركة القابضة للنفط والغاز، وعلى الحكومة بشكل عام. توضح الجدوى الاقتصادية للمشروع ربحية جيدة لهذا المشروع، على رغم انخفاض أسعار النفط في السنتين الماضيتين، ولكن إن شاء الله بحمد الله وبإذن الله تعالى إن مع السنوات المقبلة ستكون يمكن إذا ارتفع أسعار النفط سوف تكون ربحية جدا. طبعا هذا المشروع أحد المشاريع اللي تساهم فيها الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وإن شاء الله في بعد كذلك مشاريع قادمة في المستقبل.